بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح الدورة المستندية لعمل عهدة مالية سواء بالنقص او بالزيادة. اول حاجة هندخل على شاشة ترميز بنود الراتب وهنضغط اضافة، نسميها مثلا العهدة المالية رقم 3 مثلا. التصنيف هنصنفها عهدة لسبب عشان لما نيجي بعد كده نسرش على الانواع الترميزات اللي احنا مرمزينها ما ترمش ما يظهرش غير كل ال غير ال غير الترميزات اللي انا مصنفها عقدة فقط. مستوى حساب البند، رقم الحساب هنضغط له اي حساب موجود عندنا، وليكن مثلا اسم العميل. ونضغط اضافة سيف. بعد ما رمزنا العهدة اللي احنا عاوزينها هنروح دلوقتي على عشان نمنح العهدة للموظف اللي احنا ايه عايزين نديها له في عمليات أنظمة الأجور. منح عهدة مالية وهنضغط إضافة، هنضغط لا طبعا عشان التاريخ بتاع السيستم لا يساوي التاريخ الحالي، فاحنا ضغطنا ليه عشان التاريخ يظهر على اخر يوم في الشهر الحالي بالنسبة للسيستم. رقم الموظف هنضغط مثلا F9، وليكن الموظف مثلا ده رقم 4. المبلغ مثلا هنديله عهدة مالية وليكن 4000 جنيه. رقم البند من العهدة المالية رقم 3 اللي احنا لسه مرمزينها من شوية، ونضغط اضافة سيف. تم التعملية بنجاح. الخطوة اللي بعد كده هنروح نعمل صرف للموظف ده للعهدة اللي هو لسه مرمزينها حاليا من شاشة سندات الصرف في انظمة الاستاذ العام. سند الصرف هنضغط اضافة، رقم الصندوق من الصندوق مثلا بتاع الشركة. المبلغ كان كام؟ 4000 جنيه تقريبا. مثلا هو بيقول لي عايز دي حاجات انا كنت مرمزها في الاستاذ العام اللي هي الحد الادنى والحد الاقصى، فهو بس بيديني تنبيه ان انا تجاوزت الحد الادنى. نوع الوثيقة هنقول له صرف عهدة او منح عهدة. تمام. رقم الوثيقة نضغط F9، هيظهر لي اللي انا لسه مرمزها في ايه في شاشة منح العهدة المالية. أول ما هتك انتر نزلت تلقائيا هنا اهو اسم العميل 4000 جنيه، العهدة المالية اللي أنا كنت لسه مرمزها له. نضغط سيف. تمت العملية بنجاح. بعد ما عملنا سند الصرف هنروح دلوقتي عشان نسوي العهدة اللي مع الموظف ده صرفها في ايه كده يعني من خلال العمليات في نظام الأجور والمرتبات من خلال شاشة تصفية عهدة مالية. هنضغط هنفتحها وهنضغط اضافة. التاريخ برضو نفس الكلام اللي فات ان التاريخ بتاع السيستم لا يساوي التاريخ الحالي، فبنضغط لا عشان التاريخ يجي في اخر يوم في الشهر الحالي بالنسبة للسيستم. رقم العهدة هنضغط F9، العهدة مثلا بتاع الموظف رقم بتاعت النهاردة مثلا 4000 جنيه. طبعا ده موظف احنا عايزين نعمل له اقفال عشان هو ايه هنعملها له مرة عهدة زيادة ومرة عهدة اقل باللي هو صرفه. هو مثلا صرف 5000 جنيه، صرفها في ايه بقى؟ اول حاجة مثلا مواصلات، وليكن صرف في المواصلات مثلا 2000 جنيه، وصرف مثلا في النسريات، جاب مثلا النسريات بايه بالباقي، يبقى ايه جاب نسريات ب3000 جنيه. طبعا هو العهدة اللي معاه 4000 جنيه، وكده هو صرف كام؟ 5000 جنيه. يبقى اللي صرفه اكتر من العهدة اللي معاه، يبقى كده المفروض يروح الشركة بعد ما عمل اقفال للعهدة يعمل صرف بال1000 جنيه زيادة اللي هو دفعها من جيبه. فحاليا هنروح دلوقتي نعمل سند صرف تاني بال1000 جنيه اللي هو ايه دفعها من جيبه زيادة عن العهدة اللي كان واخدها. نضغط اضافة من صندوق رقم 1، المبلغ 1000 جنيه.
نفس الكلام بتاع الحد الأدنى والأقصى، هنقول له يس تجاوز عادي. نوع الوثيقة هنقول له ايه؟ تصفية عهد، عشان احنا هو عملنا هناك اقفال، فهنصفي العهدة. ونوع الوثيقة نضغط اف 9 هيظهر لي العهدة اللي انا لسه عاملها، او ما هنضغط انتر نلاحظ ان هو نزلت نفس العهدة اللي انا عملت لها اقفال بالمبلغ الزيادة بس عن العهدة، لان هو كان معاه 4000 جنيه وصرف 5، فالزيادة 1000 جنيه عملنا له صرف بيهم وعملنا سيف. بالحالة دي كده احنا عملنا ايه؟ العهدة من صرف اكتر من العهدة اللي معاه. الخطوة الجاية بقى ان شاء الله هنعمل عهدة تانية، بس هنخليه يصرف اقل من العهدة اللي كانت في، اقل من العهدة اللي ايه؟ اللي كانت في حيازته. دلوقتي بقى نبدأ بالعهدة التانية، اللي هي ان الموظف هيصرف اقل من العهدة اللي معاه. هنرجع تاني على شاشة منح عهدة في العمليات، منح العهدة، منح عهدة مالية، هنضغط إضافة، التاريخ اللي هي نفس الكلام اللي فات، رقم الموظف، الموظف مثلا رقم 4 نفس الموظف اللي فات، المبلغ هنخليه مثلا المرة دي ياخد 6000 جنيه العهدة، رقم البند من العهدة اللي احنا كنا رمزناها، العهدة المالية رقم 3، ونضغط إضافة سيف. تمام، هنروح بعد كده نصرف له العهدة من الصندوق بتاع الشركة في سنة صرف، نضغط إضافة، صندوق رقم 1، المبلغ كان 6000 جنيه، نفس الكلام الحد الأدنى والأقصى طبعا. نوع الوثيقة هنقول له ايه؟ منح عهدة. نضغط بعد كده رقم الوثيقة F9، يظهر الموظف اللي احنا رمزناه له عهدة ب 6000 جنيه. أول ما نضغط انتر هنلاحظ ان 6000 جنيه اللي احنا لسه مرمزينها في العهدة نزلت تلقائيا. هنضغط سيف، كده الموظف وصلته الفلوس من الشركة اللي هي 6000 جنيه. الخطوة اللي بعد كده هنروح نعمل تسوية للعهدة عشان نقفلها في العمليات بتاعة أنظمة الأجور والمرتبات. تصفية عهدة مالية هيات، هنضغط إضافة، نفس الكلام التاريخ، رقم العهدة، هنضغط F9 عشان يظهر لنا العهدة بتاعت اللي احنا عملناها النهاردة من 6000 جنيه اهي. تمام، هنخليه يصرف بقى المرة دي أقل من العهدة اللي معاه. فبدل مثلا ما هو ما يصرف 6000 جنيه، هنخليه يصرف 5000 جنيه بس، عشان يتبقى معاه ايه؟ ال1000 جنيه عشان يروح يوردها للشركة. صرفها في ايه بقى ال5000 جنيه؟ هنرمز هنا من حاجات مثلا مواصلات 1000 جنيه مثلا، ومثلا وصرف نسريات جاب الباقي ايه؟ 4000 جنيه نسريات. بص مصاريف اخرى، هنعمل اقفال للعهد عشان نروح يصفي العهد اللي معاه، ونعمل سيف. كده الموظف صار اخد عهدة 6000 جنيه وصرف منهم كام؟ 5000 جنيه بس، فبقى معاه كام؟ 1000 جنيه. ال1000 جنيه دي لازم يروح يعمل لها توريد للشركة من خلال سند قبض، عشان الصندوق بتاع الشركة كده يحصل له قبض. هنضغط اضافة للصندوق رقم 1، المبلغ 1000 جنيه طبعا، انزال بيانات من اقفال عهدة او تصفية عهدة. تمام، انزال بيانات من، نضغط F9 يظهر العهدة اللي احنا لسه عاملين لها تسوية. هنلاحظ اول ما نضغط انتر ان العهدة ام 1000 جنيه نزلت تلقائيا، وبكده نبقى عملنا العهدة من ناحيتين، بالنقص وبالزيادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.